نيجيريا أحد عمالقة كرة القدم الإفريقية، منبع مواهب عالمية على مر السنين ومرشح دائم للمنافسة على لقب كأس الأمم. لكن تعرف أن نيجيريا بالرغم من تاريخها الهائل ما كسبتش أمم إفريقيا غير 3 مرات بس؟ 15 مرة وصلوا للمربع الذهبي، رقم قياسي بيتشاركوا فيه مع مصر زعيمة البطولة، لكن من ضمن ال 15 مرة الكاس ما كانش من نصيب النسور الخارقة غير سنة 80 و94 و2013. منتخب سيء الحظ قد يكون ده حقيقي، لكن اللي متأكدين منه إن نيجيريا كان عندها فرصة ذهبية تزود رصيدها في البطولات، ولكن هي اختارت بنفسها تفرط فيها. قرار سياسي غبي أقل ما يمكن أن يقال على انسحاب نيجيريا من كأس الأمم الإفريقية 96 في جنوب إفريقيا. ونيجيريا وقتها مش هنبالغ لو قلنا إنها امتلكت أحد أقوى منتخبات العالم، مش بس إفريقيا، منتخب مرعب أبهر العالم بنجوم زي جاي جاي أوكوتشا، نوانكو كانو، فينيدي جورج، راشيدي ياكيني، ستيفن كيشي، إيمانويل أمونيكي، سامسون سياسيا، دانييل أموكاتشي، ساندي أوليسييه، سيليستين بابايارو، وغيرهم من الأسماء اللي علمت في كل أذهان عشاق كرة القدم. الجيل ده أبهر العالم بمشاركة أولى في تاريخه بكأس العالم 94 لما وصل الدور الثاني، وكان على بعد دقيقتين من الإطاحة بأحد الأجيال الذهبية لإيطاليا. وفي نفس السنة فاز بكأس الأمم الإفريقية في تونس بعد عروض رائعة. في 96 فاز بالذهبية أولمبياد أتلانتا في إنجاز تاريخي لكرة القدم الإفريقية. إنجازات عظيمة وخالدة، لكنها كان ممكن تتضاعف لولا ساني أباتشا رئيس نيجيريا بين 1993 و1998. نظام أباتشا الحاكم دخل في خلافات شرسة مع حكومة جنوب إفريقيا وعلى رأسها نيلسون مانديلا. مانديلا كان عنده تحفظات كبيرة على انتهاك حقوق الإنسان في نيجيريا وأثار المجتمع الدولي ضدهم، خصوصاً بعدما أخذ الرئيس النيجيري أباتشا قرار بإعدام 8 ناشطين بيئيين اعترضوا على أنشطة التنقيب عن البترول في منطقتهم في نيجيريا بشهر نوفمبر سنة 95. أباتشا دخل في حرب كلامية مع مانديلا وقطع العلاقات مع جنوب إفريقيا قبل ما ياخد القرار بمنع مشاركة نيجيريا في أمم إفريقيا 96 المقامة في جنوب إفريقيا. السبب الرسمي كان إن أباتشا خايف على سلامة البعثة النيجيرية، لكن السبب الحقيقي واللي كلنا عارفينه كان إنه بيحاول يفشل البطولة وبيسلبها أهم منتخب منها والمرشح الأكبر، الفريق اللي كل الناس مستنية تشوفه. نيجيريا انسحبت قبل البطولة بفترة قصيرة، وكمان ضغطت على غينيا عشان ما تقبلش دعوة كاف لتعويضها، عشان في الآخر تقام البطولة ب15 منتخب بس، منهم مجموعة ضعيفة ضمت الجابون وزائير وليبيريا بعد انسحاب نيجيريا. طبعا لاعبي نيجيريا ما كانش في ايديهم حاجة يعملوها، واضطروا يخنعوا للقرار ويأيدوه علنا. من جانبها حكومة نيجيريا حاولت تعوض لاعبيها ودفعت لكل واحد 20,000 دولار كترضية على عدم المشاركة، لكن محاولات أباتشا ما نجحتش لأن جنوب إفريقيا نظمت بطولة ناجحة جدا وكمان حصدت اللقب الأول والوحيد في تاريخها. العواقب كانت وخيمة على الكرة النيجيرية لأن الاتحاد الإفريقي أوقفهم عن المشاركة في النسخة التالية اللي نظمتها بوركينا فاسو سنة 98 واللي كانت نيجيريا أكبر مرشح للفوز بيها كمان، عشان مجدداً تستفيد جنوب إفريقيا من غياب غريمتها وتوصل للنهائي الثاني على التوالي، لكنها المرة دي اصطدمت بكتيبة محمود الجوهري وخسرت اللقب. ولأن سيناريوهات كرة القدم مجنونة، فبمجرد عودة نيجيريا للمشاركة سنة 2000 كانت على موعد مع صدام ناري ضد جنوب إفريقيا في نص النهائي، مباراة تقدمت فيها نيجيريا قبل انقضاء 60 ثانية حتى وسط أجواء نارية في الملعب الوطني بلاغوس قبل ما تخرج كسبانة 2-0.
وكوتش اتكلم عن المباراة دي بعد كده واعترف ان منتخبه تعامل معها بصفتها مسألة شخصية مش مجرد نص نهائي، واعترف ان زمايله كانوا حاسين ان جنوب افريقيا حققت نجاحاتها في 96 و98 لان نيجيريا ما كانتش مشاركة، وبالتالي نسخة 2000 كانت الفرصة لرد الاعتبار. اعتبار ما تردش بالكامل طبعا، لأن نيجيريا فقدت فرصة استغلال جيلها الذهبي للأبد لما قررت التضحية بلقب 96.